أولا عزاء هنا واحد، فقدان ضحايا أخوتنا فهذا المصاب الجلل. عزاء هنا كذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزعما صراحة هذه الفاجعة يعني تألمنا لها كثيرا، قد ما تألمنا لها قد ما الحمد لله تجند جميع المغاربة بمختلف الأطياف لمساعدة المنكوبين، وهذا الشيء فرحني شخصيا وفرح جميع المغاربة الحمد لله، وبين العالم باللي المغاربة الحمد لله متضامنون مع بعضهم. والحمد لله احنا مع بعضياتنا الحمد لله. ما كيفاش غنقول لك زعما صراحة شيء اللي شفت الصور والفيديوهات اللي شفت أثروا فيا شخصيا. وحتى حنا كجمعية مبادرة العمل الاجتماعي أطلقنا مبادرة، ونتمنى إن شاء الله نتوفقوا فيها. التضامن ديال المغاربة ليس بأمر كي كنقولوا مفاجئ، ما تفاجئش، لأنه الحمد لله هادشي السر اللي مخلي الحمد لله الدولة ديالنا يعني قائمة وقوية هي تضامن وتلاحم جميع المواطنين وأطياف الشعب مع نفسه ومع الملك ديالو. الحمد لله كنحسوا بعضياتنا وكنوقفوا مع بعضياتنا، وهذا التضامن اللي شفناه انه فعلا هو تضامن لا مثيل له. منذ بعد ان زعما ادركت الامور، لكن ما جانيش امر مفاجئ، لان الحمد لله من قيم المغاربه هي التضامن والتكافل. واللي كنت بغيت نقول لك علاش الحمد لله المملكة المغربية ولا الشعب المغربي ما عمره كيتأثر، لأنه الحمد لله عندنا واحد 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 الحاجة أساسية هي قيم التكافل، وهذه القيم التكافل كيتجلى منذ 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 أول لحظة، كيتجلى في الأسرة، في المحيط، في الجيران، في العائلة، ومن بعد كيخرج للمجتمع. دونك الحمد لله من بين يعني من بين القيم اللي عند المغاربة هي التكافل والتآزر والتضامن. باش نكون معك واضح، انا مني شفت الحجم الهائل ديال المساعدات اللي تكبات حول في يعني تكبات في المناطق المنكوبه الى ما غير ذلك، وشفنا يعني الحمد لله التضامن ديال المغاربه والسخاء ديالهم، فانا كان عندي واحد بعد النظر، وكان عندي واحد رؤيه اخرى. علاش؟ لانه كنقول اليوم هذه المساعدات عندهم اهميه، ماشي ما عندهمش اهميه، هذه المساعدات عندهم واحد الاثر على 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 هاد الناس اللي اليوم منكوبين. ولكن من هنا شهر، من هنا شهرين، من هنا عام، واش باقي غير شي حد غيتفكر هاد الناس؟ دونك خاصنا نفكروا في امور اللي عندها بعد النظر. ومن اجل ذلك فكرنا احنا كجمعيه مبادره الامن الاجتماعي، وبالمناسبه هاد الجمعيه اللي منذ التاسيس ديالها الهدف ديالها الاساسي هو رعايه ومصاحبه ومساعده خريجي المؤسسات الخيريه اللي هما في الاصل ايتام. فمن اليوم عشنا هذه الفاجعه ديال الزنزال، واليوم اللي بزاف ديال الوليدات فقدوا عائلاتهم، وحتى من خلال المنبر ديالكم حنا كجمعيه مستعدين اننا نحتضنوا الوليدات بيان سور، اذا ما تم يعني توفير لنا جميع الامكانيات حنا مستعدين نربيوهم، نتكفلوا بهم، نقريوهم، يعني نحتضنوهم ونكونوا لهم واحد المحيط ديال الاسره، واخا ما غاديش نعوضوهم 100% من الجانب يعني من جانب ديال الاسره ديالهم اللي فقدوها، ولكن على الاقل نخفوا من المعاناه ديالهم. الحمد لله حنا عندنا تجربه، وشخصيا يعني انا براسي عشت وكبرت في الخيريه، دونك غادي نحس بهذوك الوليدات. والحمد لله زعما صراحه حتى المغاربه ما كنعتقش نهار يعرفوا باللي راه تم احتضان هاد الوليدات في واحد المؤسسه معينه. راه كيف ما اليوم ساعدوهم، راه حتى من يمشيو اي مؤسسه كيف ما بغات تكون راه غادي يمشيو يتبعوهم ويساعدوهم ويواكبوهم. وهذا زعما صراحه هذه هي الفكره اللي حنا طلقنا والمبادره اللي طلقنا. هذا واحد النداء اللي كنت درناه للجهات المختصه، والسيد وزير الداخليه والسيد الوالي ديال الجهه الدار البيضاء بحكم حنايا كاينين في جهه الدار البيضاء، وجميع المسؤولين. حنا مستعدين باش نحتضنوا هاد الوليدات، مستعدين باش نشتغلوا معاهم، نخدموا معاهم، مستعدين باش نوفروا لهم جميع الامكانيات باش يعيشوا بواحد كي كنقول اول حاجه باش يعيشوا بواحد لا دينيتي، يعني يعيشوا بواحد الكرامه، ونساو الماضي كي كنقولوا نساو هذه الفاجعه، ونخليهم يعيشوا حياه افضل ان شاء الله. حنا بالنسبه لنا اليوم ما نقدر نقول لك ما كاين حتى شي عراقيل، الحمد لله اليوم المسؤولين اذن ساغيه، المسؤولين كيتقبلوا وكيستقبلوا اي يعني مقترح. كتبقى المساله ديال اتخاذ القرار من طرف المسؤول، واش الاقتراح مرحب به ولا غير مرحب به.
حنايا دابا ديك الساعه حنا كنديروا علينا كجمعيه اننا كنديبوزيو الطلب ديالنا، كنعطيو اقتراحات ديالنا، ومن بعد المسؤولين هما اللي عندهم القرار الاول والاخير، لانه كي كنقولوا دائما هاد الوليدات اليوم هما وليدات ديال الدوله المغربيه، والدوله المغربيه هي ادرى في من تثق ولما تعطي هاد الوليدات. بالنسبه للتجار المآسي اللي كنسميهم انا، بالنسبه لي هاد الناس هادو لا قيمة لهم ولا دين لهم ولا يعني ولا إنسانية لهم. بالعكس، الناس كيمشيو بغاو يتبرعوا، الناس بغاو يعطيو من مالهم، من كساتهم، من رزقهم باش يعاونوا ناس اخرين، وناس هداهم الله وحدين اخرين كيمشيو كيستغلوا الفرص، كيزيدوا اما في الأثمنة ديال النقل، اما في الأثمنة ديال السلع، ولا كيمشيو كينصبوا على الناس على اساس باش يجمعوا تبرعات ويمشيو يعني لغايات اخرى، او اما كينعاود بعض الناس اللي اونتر بارونتيز كنقولوا لهم مؤثرين، اللي حتى هما دورهم كيستغلوا الوضعيه باش كيزيدوا يعني كي كنقولوا عدد المتابعين. شوف انا بالنسبه ليا الله عز وجل كيخلص كل واحد على قد نيته، يعني كل وكيف ما بغات تكون النيه ديالو غيتجازى، غير هو الله يجازي بخير هاد الناس اللي كيبغيو يستغلوا الفرص، ماشي في هذا الوقت وماشي في هذه الظرفيه. ما يستغلوش الناس في هذا الوقت وما يستغلوش الناس في هذه الظرفيه، لانه هذا الوقت ماشي ديال الاستغلال وماشي ديال الاسترزاق وماشي ديال النصب. هذا الوقت ديال اننا نتعاونوا جميعا باش ندوزوا هذه المرحله هذه، ومن بعد راه اللي فيه شي حاجه ربي يعفو عليه. ثم واحد المساله اللي مهمه وبغيت نشير اليها هو الاستغلال ديال الضحايا، خصوصا الاحياء الاموات الله يرحمهم، واخا كيتم يعني نشر صورهم هما ميتين، هذه بعدا امر انساني ما خصهاش تكون، ولكن الصعب من ذلك واللي الخطير من ذلك هو انه اليوم يتم المتاجره بصور اطفال فقدوا كل شيء، والتجاره في وجوههم، ويتاجروا في الصور ديالهم، في الفيديوهات ديالهم. اليوم داك الدري كتب له الله عمر جديد، يعني باقي في الحياه، ملي غيكبر ويعاود يشوف داك الفيديو الناس كيتصوروا به وكانه كائن ما عرفش منين نزل. الله يجازيكم بخير الناس اللي كيمشيو كيبغيو يديروا مساعدات، ديروا مساعدات بلا ما تاديو يعني الناس اللي هما ابرياء. ما نصورش، علاش نصور هذاك الوليد ولا ديك البنيه؟ كاين اليوم الناس اللي كيديروا دي ستوري وكيتحرش بالبنت، شفنا شحال من فيديو، بنيته صغيره قصيره ما عارفاش تلفانه، اوكي 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 يا انا بالنسبه لي تحرش بحكم انها هي قاصر عاش جبن مع مساله الزواج. الناس باقين حتى ما استوعبوش يعني المصيبه اللي هما فيها، ما استوعبوش حتى ان الوضعيه اللي ولاو فيها، وكيجيو الناس كيركبوا على المعاناه ديال هاد الناس. بغي نقول لهم الله يهديكم، وراه عندكم وليداتكم وعندكم خوتكم، وما يمكنش تبقاو دائما يعني تسترزقون على معاناه ناس. وكنتمنى حتى من الدوله المغربيه ومن وزارة الداخلية أن تكون حاسمة في هذا الأمر. اليوم كاينين الناس الله يجازيهم بخير اللي كيعطيو المساعدات وكيقدموا المساعدات، في المقابل كاينين الناس أخرين اللي كيستغلوا ما وراء تلك المساعدات، كيستغلوا يعني أشد استغلال، لا الضحايا ولا المساعدات ولا حتى المحسنين. اليوم كاينين المحسنين اللي تم النصب عليهم، اليوم كاينين الناس اللي كذبوا عليهم، اليوم كاينين المساعدات اللي ما وصلتش، كاين المتاجرة بالبشر. ملي كدير دي ستوري وكتصور، انا غادي ندير واحد 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 المهمه، نسديها مهمه انسانيه، نقوم بالمهمه ديالي ونمشي في حالي بلا ضره ولا ضرار، باش تكمل المهمه وتحسب لي الاجر مع الله عز وجل.